حبيبة عبيد. اللوحة دي أنا كنت عاملاها علشان أعبر عن الحرب اللي بتحصل في فلسطين وكل حاجة زي ما هو واضح. كنت خدت حتة من شعر بتاع محمود درويش عشان تعبر على الكلام إن هو قد إيه هي حاجة مأساوية اللي بتحصل. واللوحة دي هي لوحة فوق اللوحة التانية دي سيدة مريم، يعني مش بالظبط، بس كنت عايزة ان انا حاجة ان هي تبين ان هي السيدة مريم، على اساس ان انا اوضح ان المعاناة اللي هي عاشت فيها في حياتها هي نفس اللي ستيل بيحصل في فلسطين دلوقتي. وبس، فحبيت برضو ان هي تبقى ميكست ميديا، ان انا احط السكارف ان هي تبقى سكارف غير الرسمة. وبس.